هنتكلم مع حضراتكم في الفقرة دي عن تنس الطاولة، واحنا الحقيقة عندنا فيها أبطال وبطلات، وهنتكلم كمان عن التصنيف الدولي للاعبين المصريين، وطبعا قوانين هذه الرياضة وأعداد الأبطال المصريين فيها وإعدادهم للمنافسات العالمية اللي بيشتركوا فيها دايما بصفة مستمرة. كل الموضوعات دي هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا الكابتن هشام نور الدين، مدرب تنس الطاولة، وهو كمان معلق رياضي في البطولات المختلفة لتنس الطاولة. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل استاذ كريم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن هشام. وايه قصة، انا هبدا من هنا والله، ايه قصة ان انا كل الرياضات اللي فيها كورة انا شاطر فيها؟ يعني اولا السكواش يعني خلينا نقول ولا اروع، مصر من التوب 10 رجال وسيدات، وان لم يكن كمان المراكز الاولى. لا في حاجه يعني دلوقتي برضو تنس الطاوله او البينج بونج، احنا بنتكلم ان احنا لا اكثر من رائعين فيها، وعندنا ابطال كتير جدا، وعندنا ابطال ان شاء الله مشروع برضو بطل اولمبي منهم على سبيل المثال لهنا جوده وغيرها من الاسماء الكتيره. فانا عايزه ابدا من هنا، اشمعنى اللي هي الرياضات اللي فيها كوره وكره مضرب عامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد الأول في البداية بوجودي مع حضراتكم، وخاصة أن يمكن دي التجربة الأولى كإعلام مصري، يعني أنا متواجد في الإعلام القطري، فأنا سعيد جدا بتواجدي معاكم النهاردة. ألعاب المضرب عموما هي ألعاب فردية دايما بيبقى فيها منافسات قوية جدا، منافسات داخلية الأول، أنا بتحدى نفسي الأول قبل ما أكون بلعب في تيم، يعني البداية دايما بتكون عندي كشخصي الأول. فلما بتبدأ تكبر العملية وبتبدأ الموهبة الحقيقة تبدأ تبان ويبدأ الاهتمام بيها بشكل كبير، أكيد لازم بيكون في تفوق، دي رقم واحد. رقم اتنين، أنت قلت حضرتك بالنسبة للإسكواش إحنا مميزين فيها عالميا. طيب إيه السبب إن إحنا مميزين فيها عالميا؟ إحنا احتلينا فيها في البداية مراكز أولى على مستوى العالم، فأصبح عندك القوة الكبيرة جدا في اللعبة، فأي احتكاك هيكون عندك هيكون احتكاك قوي. زي مثلا لو ضربت المثال بالصين النهارده في لعبة تنس الطاولة، هي اللعبة الأولى الشعبية الأولى على مستوى الصين، عندهم عدد كبير جدا جدا من اللاعبين، عندهم مدارس كتير جدا جدا لتنس الطاولة، الاحتكاك عندهم عالي جدا، عندهم بدل المنتخب أكتر من 3 منتخبات موجودين في كل فئة من الفئات، فبالتالي نسب الاحتكاك اللي موجودة فيها عالية جدا، وأي لعبة فردية بكل تأكيد بدون احتكاك عمري مستواك ما هيرتفع. ده باختصار شديد جدا بالنسبة لألعاب المضرب أو الألعاب الفردية. في حالة تنس يعني البينج بونج، طب ما احنا يعني متطلبات هذا الامر مش كتيره قوي، مش كبيره قوي، مش بعيده عننا، وخصوصا ان احنا بنتكلم على رياضه معظم يعني الشعب هنقول بيمارسها بشكل حتى في ترفيه، يعني بشكل ترفيهي، مش بالضروره يكونوا لاعبين في انديه بعينها. انا قصدي اقول لحضرتك ايه المانع ان احنا كمان يعني نوطن الرياضه دي عندنا في مصر اكتر مما هي عليه حاليا؟ خليني اقول لحضرتك ان بالفعل احنا الفتره الاخيره الحمد لله رب العالمين اصبح عندنا ابطال عالميين حقيقيين. لعبه تنس الطاوله او عموما تقدر تتكلم عن العاب المضرب عموما، لعبه تنس الطاوله تحديدا بتحتاج اولا لمجهود كبير جدا 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 من البدايه، بتحتاج لفترات طويله قوي علشان تقدر تتمرن وتبدا ترفع الليفل بتاعك، وبعدين تبدا تخش في مراحل الاحتكاك. عشان ادخل في مراحل الاحتكاك لازم ابدا اشارك في بطولات دوليه. طبعا بطولات الدوليه النهارده النظام الجديد بتاع الاتحاد الدولي، نظام النقاط، بقى بيظلم ناس كتير جدا. ازاي انا النهارده تصنيفي الاول عالميا فنيا، انا مصنف اول عالميا فنيا، خلاص مسلم بيه، تفاجئ ان انا مثلا قعدت في البيت لغرض ما اسبوعين، نزلت التالت، نزلت الرابع، لاني ما شاركتش في بطولات كتير. النظام الجديد بتاع الدبليو تي تي اللي عملته هو انك كل ما تشارك اكتر، كل ما بتحصل على نقاط اكتر، كل الليفل بتاعك ما بيبدا نقاطك يعني. وتصنيفك بيبدا يزيد، ولذلك هتلاقي في مجهود كبير محتاج ان يبقى عندك مصروف عالي قوي عشان تقدر تسافر في دول كتير جدا عشان تقدر تحصل عدد نقاط، وبالتالي طبعا هتحصل مستوى يعني احتكاك طبعاً جيد طبعاً. وهو ده اللي بيعمله تحديدا النجمين او ال3 نجوم اللي عندنا، اللي هو عمر عصر طبعاً رقم واحد، ثم هنا جوده، ثم النجمه دينا مشرف طبعا، يعني دول تحديدا المجهود الكبير اللي بيعملوه في ان هم بيشاركوا في عدد كبير قوي من البطولات، هو ده اللي مخلي الرانكينج بتاعهم كويس. وحاليا هم في تصنيفاتهم عمر عصر ما شاء الله ترتيبه النهارده 20،
يعني لحد الساعه اللي احنا موجودين فيها هو ترتيب ال 20 ال 20 عالميا. على فكره ده طبعا تصنيف عالي جدا اكيد طبعا مش هين، لان احنا لو بصينا للتصنيف من فوق بس اول اربعه صين، وبعدين تفصل بواحد برازيلي، وبعدين تدخل اثنين صين، وبعدين فالصين طبعا واخده 7-8 تصنيفات، فلما تلاقي هو قريب من التصنيف ال 20 ده شيء عالي جدا جدا يعني. بيليه عندنا النجم احمد علي صالح تصنيفه ال 50، وبعدين نجم النادي الاهلي محمد البيلي تصنيف 66. يعني احنا بنتكلم بس على ثلاث لاعبين. عندنا كمان يوسف عبد العزيز نجم الاهلي تصنيفه 132، فاحنا بنتكلم عن النادي الاهلي تقريبا عنده اثنين لاعبين من افضل 100 لاعب في العالم، منهم واحد في التصنيف ال 20. طيب كابتن هشام، لما اجي اتكلم شويه واقول انا عايز اكون بنافس عالميا في رياضات كتيره جدا، لازم ابص مين التوب عالميا في الرياضه دي، وهنتكلم هنا عن بينج بونج تحديدا الصين. طيب لو انا دلوقتي واحد مسؤول في مصر في هذه الرياضه، سواء في الاتحاد او في الوزاره او ايا كان، واقول انا مستقبل هذه الرياضه انا عايز ابقى بنافس عالميا، اصلا ده جايز ولا لا، او يجوز ولا لا؟ ليه سؤالي؟ لان الصين لايف ستايل تاني خالص، منتاليتي تانيه خالص. في المدارس بيلعبوهم بينج بونج، جزء من الدراسة والنجاح هو هذه الرياضة تحديدا. في ديديكيشن، في تكريس للوقت وللايف ستايل عشان البينج بونج. ده أنا أصلا بعيدة عنه قوي. أنا ممكن أكون عندي الموهبة، وممكن أكون عندي الكوادر الرائعة واللي هي البيز الحلو، لكن أنا ما بعملش، ما بقدمش نفس اللايف ستايل عشان أوصل للنتيجة دي وأبقى بنافس دول كبرى وهي المتربعة على عرش هذه البطولة. وعلى فكرة ده لسنوات طويلة، وما أعتقدش هيجي دولة تانية تنافسها قريب خالص يعني. ده المشهد لو هتقراه من نظرة يعني بعيدة شوية. فأوصل لده إزاي وأنا بعيد كلايف ستايل؟ ما مش هيحصل. يمكن أنا اتكلمت في الجزئية دي على فكرة مع السيد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري بشكل شخصي طبعا يعني، وقلت علشان خاطر تقدر ترفع من مستوى اللعيبة بتاعتك لازم يكون عندك عدد كبير جدا من اللاعبين. طيب عشان يكون عندي عدد كبير من اللاعبين، أنا النهاردة بختار كام لاعب لمنتخب مصر؟ طبعا حسب الميزانية والكلام ده، أنا مش عايز أدخل في التفاصيل، ليها أمور وحسابات. ليها أمور وحسابات، ولكن أنا النهاردة لو أصبح عندي منتخب مصر للرجال صف أول صف تاني صف تالت، وبدأ الصف التاني والتالت يحتك مع المستوى الأول، مستواه هيروح فين؟ مستوى الاثنين اللي تحت هيروح فين؟ هيطلع لفوق أكيد. تمام؟ لما أخد بقى المستوى اللي فوق ده اللي بدأ يبقى في احتكاك، وأبدأ أخليه يحتك بره، وأزود عدد البطولات اللي بيطلع يشارك بها في الدول الخارجية، وخاصة إن إحنا بنختار ما هي البطولات تصنيف. الكلام هيجيب بعضه يعني. فالتصنيف الدولي عندي بطولات الـ WTT أصبحت 5 بطولات، في منهم 3 مالناش دعوة بيهم. ليه؟ لأن لهم شروط خاصة. هقول لحضرتك عليهم. احنا بنبدا ببطوله اسمها الفيدر، دي ادنى بطوله، ودي بتتعمل تحديدا للشرق الاوسط. دي بطولات هتلاقيها موجوده في مصر، هتلاقيها موجوده في الاردن، في قطر، في الدول العربيه عموما، هتلاقي والدول زي تونس والمغرب والاماكن دي. دي عدد النقاط فيها قليل، فما بيشاركش فيها بتوع اوروبا الا قليل قوي اللي عايز يروح يجمع اي نقط يعني. بتيجي بعد منها حاجة بطولة اسمها الكونتندر. الكونتندر عدد النقاط بتاعها أعلى شوية، ودي برضو بيشارك فيها تقريبا زي مصر بقى، دولة مصر وبعض الدول الإفريقية. تخش بعد منها على الستار كونتندر الأعلى، بتبدأ تعلى بعدد النقاط. الستار كونتندر فيها قوة، ليه؟ لأنها بتختار أفضل 150 لاعب في العالم، الستار كونتندر. بعد كده هتدخل حضرتك على البطولة الأعلى اللي هي الشامبيون، ودي بتتعمل لحد دلوقتي في سنغافورة، ودي بيشارك فيها لازم يشارك فيها أفضل 50 لاعب في العالم إجباري. تخش بعدها بقى على البطولة القوية جدا اللي هي حقيقة أفضل 50 لاعب في العالم، ممكن يعني من دولة واحدة يخرج أكتر من لاعب؟ لو تصنيفه من 1 لـ50 من دولة واحدة الصين بقى تروح هي بتروح طبعا تروح بقى هي طبعا بتروح بكل التصنيفات اللي موجودة عندها، ولو نزل تصنيف منهم بيطلع واحد يعني من تحت، يعني يطلع 51. ما ده احتكار بقى للرياضة، عايزين قانون تاني. لا، ما هم عملوا، هم عددوا البطولات دي عشان كده يعني، هم عددوا البطولات. أجي عند آخر بطولة حاليا لحد وقتنا هذا اللي هو الفاينل مينز. الفاينل مينز دول افضل 16 لاعب في العالم،
ودي اللي الحمد لله رب العالمين انا رشحت للتعليق عليها ان شاء الله يوم 3 و4 مبارياتها ضرب نار بالمعنى الحرفي. شوف حضرتك بتبقى اول المستمتعين بالفعاليات. انا بنسى نفسي تماما اللي بتحصل. انا بنسى نفسي تماما وانا بعلق على المباريات دي، بنسى نفسي تماما، بكون في حياه ثانيه مختلفه. بتشوف ايه بقى؟ احكي لنا. انا بشوف حاجات عمري ما تخيلتها في تنس الطاوله. يعني زمان حضرتك كنت لاعب طبعا كبير طبعاً. جدا طبعا يعني مش كبير قوي ولكن الحمد لله لا عاشق طبعا بس كنت بتلعب طبعا نادي كنت إيه؟ بلعب انا من كنت تابع نادي كفر الشيخ ولعبنا دوري ممتاز طبعا وشاركنا مع الاهلي كتير جدا. جميل. فالبطولات دي حضرتك انا لما بنشوفها كنت الاول اقف عاجز عن طيب هو انا لو قاعد كوتش للعيبه دي هقول لها ايه؟ ما هي بتعمل كل حاجه طب. كل حاجه بتنعمل. لما بدانا ندخل والخبره تزيد معانا بدانا نشوف ان الناس دي ما بتتكلمش عن مهاره انت بتتكلم عن ارتفاع مستوى مهاره. يا سلام. انت سلام. بتتكلم عن حاجه اسمها ميكانيكيه الاداء دي موجوده خلاص اوتوماتيك. يعني سرعه ايقاع المباريات اللي من الصنف اللي حضرتك بتتكلم عن تفاصيله ده ده صعب جدا مهمتك كمعلق. انت مش هتبقى ملحق يعني لان الكوره رقت يعني تقريبا يعني رايحه جايه ما بتسكتش. بتعلق ازاي التكنيك التعليق على حاجات وقتها سريع بالشكل ده بيبقى عامل ازاي؟ والله هو الحمد لله اولا سبحان الله انا دخلت مجال التعليق لسه من فتره بسيطه من 5 سنين بس ودخلت صدفه بحته ولا عمري فكرت ان انا ممكن اكون معلق في يوم من الايام وربنا كتب ان انا اكون الحمد لله من المعلقين اللي الناس بتقول عليا. انا ما يعني ما بقدرش اتكلم عن نفسي ولكن هي الناس بتقول عني الحمد لله ان انا بقول الحته اللي حضرتك بتقولها دي هي ان انا لما بشوف النقطه اصبحت وصلت الليفل ان انا بشوف النقطه بقدر احللها في الفتره البسيطه اللي هي ما بيجيب اللاعب الكره اللي يدخل على السيرف اللي بعده فبكون بسرعه قدرت اوصف للمشاهد فنيا ايه اللي حصل بسرعه في الحته دي ازاي هو استخدم ضربات الباكهاند في نقط معينه على الطاوله في اطراف الطاوله ازاي هو بياخد منتصف الطاوله ازاي هو الدوران بتاعه مثلا في ارتفاع لاعلى الكذا فببدا اوصل لحضرتك اللي حصل في النقطه من غير انت ما تفكر فبتبدا توصل له. فارجع للموضوع بتاعنا هو ان تعدد البطولات اللي انا بتكلم عليه ده ومستواها احنا في بعض البطولات احنا ما بنوصل لهاش. يعني احنا كمصر اخر بطولات بنوصل لها هي بطوله الستار كونتندر دي اللي احنا بنشارك فيها. فاحنا لو اصبح عندنا اولا مصر مليئه باللاعبين، مصر محتليه اللعبه افريقيا وعربيا، فاحنا قادرين كمصر ان احنا نقدر نوصل لمستوى عالي جدا جدا لان احنا عندنا النهارده لما بنتكلم في 6 لاعبات من افضل 100 لاعبه في العالم بنات واولاد وعندنا 4 اولاد عالميين نتكلم عن 20 نتكلم عن هنا جوده تصنيف 7 في 19 سنه نتكلم عن هنا جوده اللي لسه عندها 16 سنه تصنيف لا وبتلعب في بطولات سنا اكبر منها كمان طبعا تصنيف 30 سيدات وهي 16 سنة السنة اللي فاتت كانت مصنفة أولى عالميا 15 سنة فدي كانت محتاجة اهتمام أكبر. أنا النهاردة لما أكون اتحاد بدعمها بكام بطولة بطلعها 2 3 وهي بتطلع على حسابها كمان 2 3 لا هي عندها سبونسرز هنا عندها سبونسر بيطلعها يعني كمان 2 3 أنت النهاردة لو تشوف الصين بيطلع مثلا تقريبا كل أسبوع بطولة كل أسبوع فشوف طب في هم عملوا ايه عشان يعملوا البادجت دي برضو كابتن هشام؟ يعني الناس دي فكرت ازاي ونبدا نقلدهم خلينا نقول هنقلدهم بس نبدا كده وبعد كده نشوف احنا عايزين يعني السيستم بتاعنا يبقى ماشي ازاي بما يناسبنا بس الناس دي عملت ايه طيب؟ هو انا هقول لحضرتك حاجه هي ليه البرازيل في كره القدم بقت البرازيل؟ لان عشان بيقعدوا يخبطوا اللعيبه اهو بقى الاجابه هشام صح كده شايله جامد قوي بقى انا اللعيبه بتاعتي اتضربت جامد كلنا شايلين من امبارح لا اللي انا اقصده ان الاهتمام جزء من ثقافتهم كمان وهويتهم بالظبط كده طبعا تنس الطاوله رغم ان هي لعبه اصلا انجليزيه اختراع انجليزي ولكن الصين اخذتها كلعبه شعبيه اولى اكبر اقتصاد موجود في الاتحادات عند تنس الطاوله اتحاد تنس الطاوله مش كره القدم ومش اي اتحاد تاني فهم عندهم مدارس كتير عايز اعرف بيخترعوا اللعب ازاي بقى يعني ازاي اخترعوها هم مش هم اللي اخترعوها هم الانجليز اللي اخترعوها ايوه ازاي الانجليز اخترعوها يعني مثلا حد كان قاعد عادي
هي يعني وصلت لمراحل تطور. ايوه هو كان حد عادي. اه صحيح صحيح. ايوه يعني بيخترعوا اللعب واخترعوها وقعدوا يرموا لبعض مثلا حاجه كده مثلا رمالوا حاجه عاديه وبعدين قال لك تبقى فبدات الكوره جلد الاول وبعدين بدات ليها مراحل تطور. والمضرب والمضرب كان طول كده. والله نفسي نعمل تقرير عن بدايه كل الرياضات تبقى حلوه جدا. ازاي اخترعوا كل الرياضات دي على فكرة واصلها ونشاتها وتطوير يعني حازته او حازت عليه. الاتحاد القطري بحكم ان السيد خليل مهنادي رئيس الاتحاد القطري هو نائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي، عنده في الاتحاد متحف مصغر للمضارب مع بداياتها مراحل التطور بتاعتها. منهم مضرب عامل زي الطبله من الجلد زي الطار كده بتاع ده وايد طويله موجودة. دي كانت بدايات اللعبة. بدأ يحصل عليها تطور كبير جدا جدا. حتى المضرب عمال بيصغر. لا هو مش بيصغر، بالعكس هو المضرب بيكبر. هو حصل فيه تطور كبر. مثلا زي النهاردة لو شفنا كابتن سيد الأشيم بيلعب بمضرب سداسي، هنا جودة بتلعب بمضرب سداسي. بقى مربع شوية كده. ده تغيير بس طبعا للشركات بتحاول تعمل أشكال معينة عشان يعني تعمل جذب للعبة يعني. لكن في النهايه هي اللعبه احنا عندنا النواه اللي تخلينا ممكن ان احنا نتطور وان احنا نوصل. طالما وصلت لل20 تقدر توصل. والله يا كابتن هشام نتمنى ذلك وعلى صعيد كل الرياضات، لان تاني هرجع اقول مصر عندها كوادر يعني عظيمه بجد، وباقل الامكانيات بتنافس عالميا دول تانية ومنافسين تانية في حته ماديا واهتمام ورعايه مختلف تماما. فلو حظينا بنفس بس او بمقدار قريب هتلاقي النتائج مختلفه تماما. فيعني اللي حضرتك بتقوله ده شيء احنا بنتمناه يعني. هقول لحضرتك على حاجه جميله قوي. جمهور الاهلي هيبقى مبسوط قوي بيسمعها خير. والجزئيه دي يمكن كانت من اهداف الحلقه اللي احنا اتكلمت فيها مع الاعداد. مباراه قويه قوي اقيمت ما بين النادي الاهلي ونادي قطر القطري في البطوله العربيه في المغرب في 2019. البطولة دي أولا هي كانت سبب بفضل الله سبحانه وتعالى كانت سبب شهرتي عربيا كمعلق. جميل. البطولة دي كان النادي الأهلي المفترض أنه هو عنده لاعبين موجودين أقوياء، كانت أسماء تقيلة موجودة، وكانت الحسبة بتاعة المباراة دي رايحة في سكة 3-2 للنادي الأهلي. طيب ليه 3-2؟ يعني انت ليه حسبت قلت انا نازل هكسب 3-2؟ ليه ما قلتش 3-1؟ ليه ما قلتش 3-0؟ لان قطر القطري كان عنده جايب محترف هو المصنف السابع عالميا من الصين، وهو اللاعب يان ان. يان ان معروف، اسم عالمي معروف. فنزلنا المباراه وبدانا، فبدا نزل عندنا كانت المباراه الاولى، نزل اتذكر نزل شادي كسب اول مباراه، لا نزل شومان محمد شومان نزل كسب اول مباراه، وبعدين نزل محمد البيلي الجوكر بتاع الفرقه وتحصل المفاجاه ويخسر محمد البيلي. فبالتالي انت عندك 2 خسرانهم، فانت اصبحت خسران 3-2. نزل سيد لاشين، خلينا اقول الاسطوره سيد لاشين لان هي اسطوره حقيقيه موجوده في قلعه النادي الاهلي. نازل خلاص انت هتلعب مع يان ان، انت خسران 3-0، ولو وصلت في كل جيم لخمسه بوينت يبقى انت كده بطل. انت بطل حقيقي. انا كان وضعي سيء جدا، انا كنت مدرب في نادي قطر ورئيس جهاز نادي قطر، واللعيبه كلهم كانوا ولادي وصديق عزيز عليا كابتن خالد الكواري، يعني بقدم له تحيه لانه هو السبب اللي خلاني اصبحت معلق عربي يعني. فنزل خسر، انا عايز اعمل كنترول على نفسي بحيث ان انا يبقى فيه نوع من الحياديه. انا اهلاوي رخم وفي نفس الوقت شغال في يعني تحدي صعب، تحدي صعب جدا. فكان عندي عمليه توازن قويه جدا لحد ما وصلت للمباراه بتاعه سيد لاشين. الجيم الاولاني خلص وانا بحسابات اي حد مدرب فاهم، الجيم الاولاني كسبه قلنا الحمد لله عدت، فلسه الثبات موجود. الجيم الثاني السيد خسران بفارق تقريبا 5 نقاط، الشوط هيخلص، فجاه السيد يرجع ويروح واخد الشوط، يبقى 2-0 للسيد.
كل ده وانا لسه مش قادر انفعل. طب مش متوقع الكلام؟ مش قادر انفعل الانفعال اللي المفروض اعمله كاهلاوي. كاهلاوي مش كمصري، كاهلاوي. لحد ما الاخر بوينت، ويمكن انا بعت البوينت ده للاعداد، اتمنى ان هم يا رب ينزلوه. اخر بوينت، السيد كسب يان ان 3-0. 3-0 مفاجأة مدوية بالنسبة لحضراتكم. مدوية ليا، مدوية لجماهير النادي الأهلي، مدوية للاعيبة نادي قطر نفسهم اللي مش قادرين يصدقوا اللي هم خلاص احتفلوا طبعا بأن هم خدوا البطولة العربية من النادي الأهلي، لأن هم كانوا واخدين البطولة العربية قبلها والنادي الاهلي ما كانش مشارك فيه. هو ده النادي الاهلي، فهو ده النادي الاهلي في كل الرياضات وفي كل الازمنه. احنا للاسف وقتنا يعني انتهى، يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا النهارده. انا سعيد جدا بتواجدي معاكم، ويا رب ان شاء الله نكون وصلنا معلومه صغيره يستفيد منها كل الموجودين. نورتنا يا كابتن هشام حقيقي، واستمتعنا بالحوار مع حضرتك. عايش بقى في قطر. يعني زياره وراجع تاني. ان شاء الله بالتوفيق لحضرتك باذن الله. سعيد بوجودي معاكم. واحنا كمان حقيقي هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل الفقرة بقى حوارية خاصة طبعا بماتش أمس والتحديات القادمة للنادي الأهلي. خليكم معانا.